مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك، اهلا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر. مساء الخير. يعني الازمات اللي على المواطنين اللبنانيه صارت ما بتنعاد، وكل يوم ازمه وراء ازمه، واللبنانيين اليوم صاروا بمرحله ياس كثير كبير، وبالاضافه الى كل مقومات العيش، ما بقى نقول الكريم، صرنا الحد الادنى من العيش غير متوفرة في ظل يعني الفساد السياسي يلي أدى إلى انهيار الاقتصاد اللبناني وانهيار كافة القطاعات، ولا سيما صرنا بمكان عم بفتش الأب اللبناني أو الأم اللبنانية عن قوت يومها أو قوت يعني تسد في جوع وبطون أطفالها، وأن تقدر أقله تكمل عائلتها، هيدي المؤسسة يلي أسسوها وبلشوا فيها حياتهم على أساس أنه ببلد بيحترمهم وبيحترم حقوقهم، ووصلوا لهيدا العهد يلي وصلنا فيه لكل هيدي الأزمات والكوارث يلي عم نعيشها. ولكن الأزمة اليوم يلي قديمة جديدة، الأزمة المولدات وأزمة انقطاع التيار الكهربائي، وأزمة أيضا يلي مرتبطة بأزمة فقدان البنزين والمازوت من السوق بالفترة الأخيرة وبالأيام الأخيرة. لجأ أصحاب المولدات إلى زيادة في ساعات التقنين من ساعتين بالشهر الماضي إلى 4 ساعات بالشهر الحالي، وبالليل أمس يعني بلشوا التقنين ب6 ساعات ببعض المناطق أكثر من هيك، ولكن هيدا الأمر كان نتيجة يعني عدم قدرتهم على اللجوء لتأمين المازوت من السوق السوداء، وبالتالي عدم قدرتهم على تسلم، يعني بعض الشركات مش عم تسلمهم المازوت، وإنما عم بيكون حسب البعض منهم عم بيكون في محسوبيات بين مناطق وأخرى. هيدا الأمر رح أطلع فيه مع أصحاب المولدات. بالبداية رح بلش مع الحاج أسامة موسى. حاج، أنتو اليوم كأصحاب مولدات بمدينة طرابلس، خليني أبدأ معك من البداية، كم ساعة اليوم بلشتوا تقنين؟ قديه كم ساعة عم تقدروا توفروا بالنهار الاشتراك للمواطنين؟ وكيف عم تقدروا تأمنوا المازوت؟ نحن اليوم عم نقنن تقريبا، يعني عم نشوف الحالة كيف بدنا نمشي أمورنا نحن والناس. يعني هلأ المازوت ما عم نقدر نأمنه إلا بشح كتير 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 كتير، صارنا شهرين، والمواد تبعيتهم للمازوت عم يجوا مثل كأنه نحن عم يشحدونا إياهم شحادة، وعم بيخلونا نواجه موضوع الكهرباء تبعيت المولدات تبعيتنا نحن والناس. الناس لا نحن قادرين نكفي ولا الناس قادرة تتحملنا. يعني اليوم نحن عم نشيل عجز عن الدولة، وهيدي الدولة ما عم تنظر لنا ولا نظرة إلا نحن جماعة منا مناح أبدا أبدا. من أي ناحية حاج؟ من ناحية من كل شيء. يعني ما بدنا نرجع للماضي كيف نحن كانوا عم بيعاملونا من ناحية الوزارة، وناحية كيف نحن عم نتعاطى نحن وياهم، لأنه هن مفكرين أنه نحن عم نشتغل نستبد الناس وعم نطلع مصاري وإلى آخره. يعني اليوم نحن منعاني أكثر ما عم تعاني هي الناس اللي عم تعاني فيها بقلب هذه المصلحة، من ناحية الوزارة ومن ناحية المسؤولين ومن ناحية المازوت ومن ناحية الناس ومن ناحية القطع ومن ناحية المصاريف اللي صارت عم تتراكم علينا. يعني في أمور صار في ضغط كتير 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 علينا، ما حنقدر نكفي بهيدا الشيء اللي نحن عم نشتغل فيه. هلأ اليوم بدنا نقترح اقتراحات لمصلحتنا نحن. أول شغلة بدنا نحن الوزارة هي تأملنا مازوت لكل شخص عم يشتغل بقلب هيدي المصلحة بالسعر اللي هي عم تقوله، لأنه السعر اللي عم تعطينا إياه الدولة نحن عم ناخد أكتر ما هي الدولة عم تعطينا إياه. قدي هلأ الدولة عم تعطي؟ هلأ الدولة هي 31.700، طلعت 1700. فموضوعنا نحن أنه اليوم هيدي المصلحة المفروض هن عم بيدعموا مواد تانية، المفروض يدعموا المازوت لأصحاب المولدات، بدهم يدعموها ولا نحن فعلا منا قادرين نكفي. لحنا مندور مولداتنا طالما فيها مازوت، طالما نحن عم نأمن هالمادة المازوت عم ندور المتراتنا، بس وقت اللي ما بنقدر بقى نجيبها فما حنقدر ما حنقدر نكفي. يعني بقلبها بدها تطفي تلقائيا، بدها تطفي المولدات يعني رايحين لزيادة بساعات التأمين. أكيد أكيد أكيد، عندك المازوت وعندك الزيت وعندك الفلاتر وعندك المصاريف تبعيتك، عندك أجارات أراضي، عندك موظفينك، عندك القطع اللي عم تشتريها. رح نجي للتكلفة قد ايه صارت عليكم؟ بس لا لا لا، ما فيك ما لها سقف بقى التكلفة. مرتبطة بشو؟ بالدولار؟ مرتبطة بالدولار أكيد. كل شيء اليوم نحن مرتبط فينا بالدولار، حتى المازوت مرتبط بالدولار.
لانه اليوم انت عم تيجي تدفع 15% على سعر الصرف 12,000، هيدا هو اللي عم يزيدوه علينا اللي نحن عم ناخذ منهم مزود. يعني اليوم في 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 عنا صارت، يعني ما بدك تحكي بالموضوع، صرت مشعب الموضوع معك كليا، يعني فعلا منا قادرين بقى نكفي لهيدا المواضيع. شكرا لك استاذ، حنرجع لك استاذ محمد مقصود. اليوم ايضا حضرتك صاحب مولد خاص بمدينه طرابلس، قد ايه الشركات اليوم عم تقدر فعليا تامن لكم المازوت، ولا كمان مثل ما عرفت في محسوبيات، هل هيدا الامر بينطبق عليكم؟ اكيد في محسوبيات بالموضوع، يعني اتحفنا وزير الطاقه نهار الخميس انه اصحاب المولدات هن عم يتغنجوا وانه في مازوت بس هن مخزنينه، يتفضلوا يجوا. عم تخزنوا انتو؟ منو مزبوط هذا الكلام؟ هذا الكلام منو مزبوط؟ خزانتك خزانتك هو عم حمد. بيقول هو عم بيقول سلموا 120 مليون لتر للشركات. نعم مزبوط، هو هيك قال. الشركات نحن امبارح بطرابلس 90% من اصحاب المولدات تلفنوا للشركات اللي هن بيتعاملوا معنا، احنا ما حنسميهم، هن بيعرفوا حالهم. 90% من هيدول الشباب تلفن لهم ما سلموا مازوت، قال الدوله ما عطيتهم مازوت. بيتحفنا اوديشو، هذا داني اوديشو من المتن، ما بعرف من وين، من هوني، بيطلعوا بيقول الدنيا بالف خير او نحن بدنا نضل مضويين 24. من وين عم يجيب مازوت برايك؟ عم يجيب، قال هو من الليكوي غاز ومن الكورال، ما هيك؟ انتم من وين بتجيبوا؟ نحن بنجيب من طرابلس، من الشركات اللي موجوده بطرابلس. ماشي، الكورال انا حاحكيها على المشبرحي، الكورال والليكوي غاز معروفين لمين بنتم سياسيا؟ التيار الوطني الحر. معروفين، انت قلت انا ما قلت، وهو داني اوديشو معروف زلمة مين؟ معروف صبي مين؟ هذا وقت اللي عم يحكي بيقول على عبد السعاده انه هو ما بيمثلنا، لا بيمثلنا ونص، انت اللي ما بتمثلنا. برايك يعني خليني بس اوضحها للمشاهدين، خليني اوضحها. في شغله بس بدي اوصل لك اياها انا. الوزير قال توزع 120 مليون لتر. نعم. الشركات قال نحن ما خدنا، شركات طرابلس قال نحن ما استلمنا، معناته هيدا الشيء يا اما الوزير كذاب يا اما الشركات كذابين، يا اما الوزير وزع ال 120 مليون لتر بس على الشركات اللي هو بيمون عليها، الشركات تبعيته. نحن تنكي ب 31,700، نحن عم توصل لعنا ب 34 وب 35 قبلانين، ما عم نحكي، منقول صاحب الستيرس الشركة ما عم توفي معه في مصاريف يده، يا خيي قبلانين حالنا من حالهم، ما هيك؟ بس أنا مبارح لحتى صاحب الشركة اللي أنا عم بشتغل معه يقول لي ما سلموني مزود. ماشي، من تاني ميلة في ب 50,000 و 55,000، أنا مين يقدر كفي؟ نحن منا قادرين نكفي. طيب. نحن بهذا الموضوع إذا هيدي الأزمة بدها تدلها مستمرة هيك، نحن ما حنطفي بقى 3 ساعات وأربع ساعات وست ساعات، نحن ما بقى فينا نشتغل أبداً. نحن ما بقى فينا نكفي، شو بدنا نقول لهم للناس؟ بدنا نستلم تنكة الميزوت ب 50,000 أو ب 60,000، نفضل نقول لهم الخمسة أمبير 600,000، بيطلع بعض الردود أوقات إنه عم تمسخروا علينا، إنه إيه أنتوا عم تحكوا هيك كرمال تغلوا، يا خيي ما بدي غلي، ما بدنا نغلي، ما جيبوا لنا ميزوت، جيبوا لنا ميزوت وعلى السعر اللي هو، وتفضلوا أنتوا سعره. بس هيك ما بيمشي الحال. طيب اذا جماعه التيار الوطني الحر عم بيامنوا لمناطقهم، ولا الوزير حسب المعطيات عم بيامنوا بمنطقه المتن، الليكوي غاز والكورال، انا عم بحكي بالمشرمحي، معروفين لمين؟ معروفين لمين؟ عم يعطوا جماعتهم. برايك يعني الوزير عم يسعى لتامين لمناطق اخرى ومناطق ثانيه؟ يا خيي معروفه، امبارح نزلوا الشباب بقصقص وبيد، هدول كمان كذابين، هدول كمان عم يتعهوروا، يعني حكيك يا بالمشرمحي، هدول اللي نزلوا قطعوا الطرقات، عبد السعادة وقت اللي عم يطلع ويصرخ ويقول نحن ما عندنا مازوت. رئيس تجمع اصحاب المولدين، رئيس التجمع الرئيس وبشد عليه وبيمثلنا، داني اوديشو ما بيمثلنا. داني هو حدا من اصحاب المولد، هو عنده مولد يعني، بيحكي باسمه، ما بيحكي باسم الكل، بيمون على نفسه. بس لنوضحها للمشاهدين، داني هو عنده مولد خاص يعني، مش رئيس اصحاب، ما عنده تجمع يعني. لا لا لا، التجمع عامل وثيقه ومنضيه وبتحب برجيك اياها على الهواء. وعبد السعاده هو رئيسه لهذا التجمع، معروف وبيحكي باسمنا. صحيح. ماشي، ونحن مش عم نقول هيك انه نحن والله مأيدين فلان على فلان، لا، ما هيك الموضوع، بس لانه الزلمه عم يطلع عم يحكي منطق، عم يحكي وجعنا. اليوم الناس باختصار شديد ما بقى يهمها، وبتعرف كتير منيح انه احزاب السلطة عم تأمل لمناطق المازوت وغيرها، هيدا امر معروف، والواسطة وصلت لوين ما كان يعني، والمحاصصة، ولكن شو بدك تقول لليوم للمواطنين يلي اللي عنده مكنة اكسجين، اللي عنده، بدي اقول لهم انه نحن وياهم مع بعض، نحن وياهم مع بعض، يتفضلوا ينزلوا، ننزل نحن وياهم،
نحن وياهم مع بعض. رح تعملوا تحركات كأصحاب مولدات بالأيام الجاية ولا رح تكتفوا بأنه زيادة ساعات التأنين؟ كل شيء مفتوح، هيدا بدنا نتحور فيه بعضنا ونشوف شو فينا نعمل. حاج أسامة برأيك إجمالا اليوم وقت اللي بدها تطفى المولدات وما عاد تشتغل، ما عاد يعني المزود ما عاد يتأمل للمولدات، إجمالا بدها تنطفى. وقت اللي بده ينطفى الناس بدها تنزل على الشارع، فيعني حصل تحصيل هذا الموضوع ما أكثر ولا أقل. هذا هي كلمة أخيرة بس بدي لهم للناس بس، نحن وقت اللي عم نحكي وعم نصرخ بهذا الموضوع نحن عم نشتغل كرمالكم، كرمال نحن نقدر نوصلكم خدمة ونعطيكم كهرباء، مش لكرمال نغلي ولا كرمال والله مصالح شخصية ولا مصالح فئوية. يتفضل الشعب ونحن وياه ننزل، وننزل على الشركات وننزل على المصفية وننزل نظهر ويتأمن ميزوت لنحن نضوي للعالم. نحن هيك ما بقى فينا نستمر بظل هذا الوضع الحولي، يعني فساد ومحسوبيات وطويبير الزل على على المحطات وهذا، يعني شو بده يحكي الواحد؟ شو بده يحكي الواحد؟ الله يعين العالم، هذا اللي بنقوله، يعيننا ويعين العالم. شكرا لكم اساتذه. يعني مشاهدينا هذه هي صرخه اصحاب المولدات الخاصه يلي فعليا الدوله هو كان قطاع داعم يعني او عم بسد الثغره بين قطاع التيار الكهربائي، حولته الدوله كما كل معجزاتها الى قطاع اساسي بتامين التيار الكهربائي وبتلومه في حال قصر ودون وجود اي رقابه. هذا امر جدا مهم، مش كل اصحاب المولدات انبياء ولا كلهم بيلتزموا المعايير الانسانيه والضمير المهني المضبوط، وواضح جدا هذا الامر يلي عم نشوفه من خلال الحديث يلي كنا عم نتناقش فيه من شوي مع احد اصحاب المولدات. وايضا كان واضح الكلام بالأمس لرئيس تجمع أصحاب المولدات الأستاذ عبد السعادي، وهذا الأمر لابد من أنه ينوضع له حل بالأيام المقبلة، لأن المواطنين مش قادرين يقعدوا بلا كهرباء ومش قادرين أيضا أنه يضلوا معلقين بفترة يمكن من الفترات ما بين أنه نسيان الحاجات المواطنين الأساسية والتلكؤ إلى ما هو يصب بمصلحة الأحزاب ومصلحة التيارات السياسية اللي للأسف اليوم لازالت خطاباتها سياسية بحتة ومحاصصة بحتة دون النظر إلى حياة المواطنين يلي أصبحت فعليا بجحيم العهد. شكرا للزميل مهدي فتاح على نقل الصورة، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.